أعتقد معظمنا وهو بيشوف المشاهد اللي فاتت، طفولته شبابه مراهقته عدت كده قدام عينيه بمنتهى السلاسة، كل المشاعر الحلوة والدافية، وافتكر شكله وهو قاعد وسط أهله بيتفرج على المسلسل أو بيشوف الفوازير أو بيتابع واحد من حلقات ألف ليلة وليلة اللي أمتعونا وملوا وجداننا وأسعدونا جدا جدا جدا، مش بس في رمضان وطول السنة. ضيفتنا في الفقرة دي هي واحدة من رائدات فن الرسوم المتحركة، فن عظيم يعني قدرت ان هي من خلال عملها وإبداعها وفنها ان هي تنتج عدد كبير من الأعمال الخاصة بالأطفال، أعمال كرتون، ومش بس كده كمان كان في طفرة كبيرة في تترات المسلسلات زي ما حضراتكم شفتوا اللي كانت بالرسوم المتحركة. ضيفتنا مش بس فنانة وموهوبة ولكنها إدارية شاطرة جدا جدا، تولت عدد من المناصب المهمة والكبيرة، منها منصب مدير عام الرسوم المتحركة، ثم نائب رئيس قناة الأسرة والطفل، ثم رئيس قناة الدراما والمشرف على الرسوم المتحركة والجرافيكس في قطاع القنوات المتخصصة، ثم مستشار لرئيس القطاع المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيكس، وغيرها محطات كتيرة ومهمة وتاريخ طويل ورائع. هنستمتع بأن احنا نعرف يعني ايه شوية عنه كده في جلستنا اللي منورانا فيها الأستاذة المخرجة والفنانة الكبيرة القديرة شويكار خليفة. منورانا يا أستاذة شويكار، أهلا بحضرتك. ميرسي قوي قوي، انتوا متعرفوش سعادتي أهلا بوجودي معاكم. احنا أسعد، واضح طبعا ان احنا أسعد يا شويكار. بالنسبة لنا شويكار بقى احنا زمالة عمر يعني سنين وايام. بصي يعني قبل ما ادخل في تفاصيل بالنسبه لك، عايزه اقول ايه، ان لما وولد ديزني في امريكا عمل اول فيلم كرتون، مصر بعديه بفتره قليله انتجت فيلم كرتون. فين بقى وولد ديزني وفين احنا؟ قوليلي يعني قوليلنا ليه ما نجاش لحد بقى ما نشوف ندخل في تفاصيل بالنسبه لك. اولا في امريكا وفي البلاد الكبيره اللي بتنتج افلام كبيره او اعمال كبيره، دي مش بس فن، دي صناعه. صح. ده الفرق بيننا وبينهم. هم بيخططوا بيمولوا ينتجوا ويسوقوا، خلي بالك من يسوقوا دي. صح. ها، وقبل ما بيكونوا ابتدوا في الشغل بيكونوا سوقوا وجابوا فلوس الانتاج. يعني بيبيعوا قبل ما يبتدوا، بيبيعوا قبل ما يشتغلوا. بايه بقى؟ تسويق الفيلم وتسويق حاجات مصاحبه، الكاب، التيشيرت، او منتجات، مصاحبه المجات. يعني ده في العصر الحديث، لكن من قبل كده كان بقى الكراريس والكتب بتاعه الاطفال في المدارس، فكانوا بيجيبوا فلوسهم فبينتجوا. احنا ما خدناهاش صناعه ابدا، احنا خدناها فن، مزاج، رؤيه فنيه، لكن ما فيش الدايره بتاعه الصناعه. هل ده ما كانش إدراك مننا لأهميتها؟ لأن إحنا كان عندنا طول عمرنا صناعة السينما، ثم كان عندنا سوق كبير جدا فيما يتعلق بالمسلسلات، وكنا بنوزع على العالم العربي كله. خلي بالك الكرتون عمره ما تبصله على إنه مربح، جد يعني؟ على إنه مربح. آه. الكرتون اتبصله على إنه عمل فني مرة ويبقى لذيذ كده وجميل وخلصنا. ما ابتداش عنصر المسلسل او الانتاج الكامل الا في اواخر التسعينات او في التسعينات. كارثه على فكره الحكايه دي، تاخر قوي اللي حضرتك بتقوليه ده بالنسبه للكرتون. نفس الشيء بالنسبه للاذاعه المصريه اللي كانت فيها برامج اطفال تحفه، لكن المؤلف للبرنامج الاطفال ياخد 3 مليم، والمؤلف بنفس في المسلسل ياخد 300 مليم. يعني عمليه بالظبط غريبة انه التقييم، عشان ده طفل، يعني كان في عقلية غريبة جدا موجودة، ده طفل فما يستاهلش. المؤلف اللي أصعب ما يمكن انك تكتب للأطفال كان بياخد فلوس أقل كتير جدا. صحيح. من يمكن معتقدين ان المجهود سهل، وده مش حقيقي. الوعي ان هو ممكن يجيب فلوس من انتاج الكرتون ده ما كانش موجود. يعني انت كنت بتشتغلي وبتعملي اللي عليكي وبتعرضي كمان، لكن ان في حد يسوق دي ما كانتش موجوده. كان في فاصل بين الانتاج والفن وبين التسويق،
والتسويق هو اللي كان هيجيب فلوس يخليكي تنتجي تاني. عارفه ده عمل حاجه على فكره، يعني عدم ادراك اهميه هذا الموضوع عمل حاجه تانيه، يعني الحاجه التانيه اللي عملها انه انت ابتديت بفيلم كرتون زمان من سنين وايام، انه يعني في فن تقريبا اتقضى عليه، رغم انه اللي كانوا بيعملوا هذا الفن كانوا مبدعين لاقصى درجه. لان زمان ان انا اعمل فيلم كرتون او جرافيك او 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 ما كانش موجود اي مكنه تساعدني، كله عبقريه، قدرات خاصه جدا، ايوه عبقريه من يقوم بهذا العمل. بالظبط. النهارده من اسهل ما يمكن بالاجهزه، البرامج بتاعت الكمبيوترز والحاجات دي بقت خلت الامور اسهل واسرع ومتنوعه. يعني الاول كان ال 2 دي اللي هو الفلات اللي بالتحميل والتلوين، مراحل كبيره وتاخد وقت، دلوقتي بقت الدنيا اسرع بكتير. لكن بره ادركوا ده بدري وبقى الصناعه. انت عشان تزوري استوديو في الرسوم المتحركه في ديزني مثلا ما بتدخليش عند الفنانين دول كانهم حاجات كده تلفي حواليهم، عاملين لهم فريم ازاز تبصي عليهم تشوفيهم، لكن هم انت ما تدخليش عندهم. لا، في المانيا برضو اما رحت يعني عشان ادرس وكده برضو ليهم حاجة تانية، في مش بنفس قيمة طبعا أمريكا، في أوروبا الشرقية حاجة مرعبة، معجزة، أفكار بسيطة ولكن to the point على طول بيناقشوا قضايا. طب ليه إحنا بما إن إحنا حصرناها في الأطفال، الكرتون مش أطفال بس، صح صح ده حقيقي، احنا حصلناها في الاطفال، والاطفال ما كانش لهم الوعي الكبير قوي عند المسؤولين. برامج شويه عيال بيعملوا حاجات للعيال، والاسهل ان هو يجيب من بره، صح الاسهل ان هو يجيب كرتون من بره ويدبلجه ويذيعه. بس المشكله اللي احنا بندفع ثمنها دلوقتي ان الولاد بقوا فكرهم متغرب جدا، وبقت الشخصيات اللي مربوطين بيها شخصيات لا مسلنا، لا المسل بتاعتنا ولا تقاليدنا. ليه من التسعينات لغايه دلوقتي ما شفناش شخصيه مصريه غير بكار يعني، او بوجي وطمطم، مؤثره زي ما احنا في الاصغر بقى ارتبطنا بميكي وبطوط والجده بطه يعني ليه ما بقاش فيه الحكايه دي؟ واستسهلوا يجيبوا الفورمات ويكتبوا عليه كلام عربي بس، يعني ما زالت القصص مش قصصنا. في دروبات كتير في انتاج الكرتون، اولهم التسويق زي ما اتفقنا. يعني انا كان ممكن بشغل اللي انا عملته للقنوات المتخصصه سواء داخل التلفزيون او من الاستوديوهات الخارجيه كان ممكن نكسر الدنيا. انا في مهرجان في المغرب للاطفال للكرتون وبسال القطاع الاقتصادي فين الكرتون اللي جبتوه؟ قال لك ما حدش قال لنا. يا نهار ده انت جاي مهرجان اطفال. ازاي؟ يعني الوعي ده مش موجود. وبعدين اللي نجح الشخصيات اللي انت اتكلمتي عليها تكرار العرض والانتاج المستمر، انما احنا الشغل كله محطوط في المكتبه. واخد تقريبا انتاج المتخصصه واخد 45 جايزه في 10 سنين. ما شفناش منه والعمل لا موجوده، موجوده طبعا في الموجودة. بس بيعرض؟ احيانا احيانا احيانا. استاذه شيكار قلتي ان ما رحت المانيا، وده بيخليني ارجع بقى عايزه اعرف انت ايه، يعني اكيد خريجه فنون جميله اظن، ولا يعني عايزه اعرف ايه اللي خلاكي ابتديتي بدايتك زي ما انا عارفه مع الاستاذ نور الدمرداش ولا لا؟ لا معلومه مش لا مش مع نور الدمرداش، في مرحله بعد كده بالنسبه للفنون التشكيليه. من اول السلم بقى الرسوم المتحركه ما كنتش اعرف اصلا ان في رسوم متحركه في التلفزيون لما دخلنا التلفزيون. وبعدين لما بندرس في معهد التلفزيون قبل ما نشتغل ادانا محاضره الاستاذ علي مهيب، عاد اللي هو علي وحسام، علي وحسام مهيب كانوا بيعملوا اعلانات أيوة بس هم كانوا مؤسسين اداره رسوم متحركه في التلفزيون. فاكتشفنا كنا مجموعه بنات خريجات فنون جميله قسم ديكور كلنا ورايحين نشتغل ديكور في المعهد، اكتشفنا ان في رسوم متحركه
بس خلاص لقيت طريقه حب الرسوم بالظبط كده. طفولتنا كلها مرتبطه بالافلام الكرتون اللي كانت بتبقى بتيجي في سينما مترو. أيوة. قبل الفيلم الكبير. أيوة. وفي النادي لما كانوا بيعرضوا قبل الفيلم الكبير في النادي كانوا بيعرضوا لنا كرتون، يبقى اذا الله لا خلاص انا ما دخلتش مكتب الديكور ده خالص ومن هنا ابتدت الرحلة واتلمذت بقى على ايدين الاخوان مهيب وبعدين الحاج فهمي الله يرحمه. عبد الحميد فهمي عبد الحميد الفوازير لا قبل الفوازير كمان كان في حاجة اسمها جحا وكان بيشغلني معاه برضو في التترات اللي بتجيلنا على اساس نعمل تترات كرتون للبرامج او للدراما. فمن هنا ابتدت بقى خلاص وبقى هو ده شغلي الشاغل وكأني ابتديت من وابتديت فعلا من تحت الصفر لأن ما عرفش ما كانش بيدرس في مصر ما كانش لسه. وارجع أقول إذن أنه يعني نجاح وجود الكرتون مثلا في تترات المسلسل ده أظن راجع ليكي أنك أنت أول واحدة تدخلي الكرتون في التترات بتاعة المسلسلات. إنما النجاح معتمد على شخصية اللي هو حضرتك بتحب هذا الفن وبتنبخ فيه. وزي برجع تاني واكرر انه كل حاجه بتتقدم راجعه ليكي انت شخصيا. حقيقي. ابداع ليكي والكل اللي بيشتغلوا يعني بعد كده وتلامذتك الى اخره، الابداع ليكي مش للمكن. صحيح كده؟ صحيح. ما هي الفتره دي كانت تتميز بكده، ما كانش في اعتماد غير على دماغك وايدك وفنك وكنا بنرسم فريم باي فريم يعني كادر ترسمي كادر فشوفي الدقة والصبر ومراحل العمل نفسها. يعني شيء كان بالنسبة لي أنا ممتع، يعني هو اللي بيشتغل في الكرتون ده لازم يبقى عنده صبر ولازم يبقى عنده دقة لازم يبقى عنده صحصحة تمشي تبصي على كل حاجة في حواليكي تفاصيل إيه. أنا كنت ببقى في المترو وأنا رايحة للشغل ببص الناس بتتكلم إزاي عشان لما اجي اكتب اعمل ليبسنج ابقى عارفه. أيوة. اسقس الزرع وانا بسقي الزرع الاقي البقابيق الميه طالعه ازاي من ال فتخليك على طول بتراقبي بالصح يعني صحيه بتفكري ازاي ده اتعمل ازاي. وبعدين كنا نجيب الافلام من المكتبه وبعدين ما يرضوش يدونا مفيولة عشان نشوف عليها الفيلم عشان احنا لسه صغيرين بقى وما عندناش حاجز وحاجات كده. كنت انا وزينب اسماعيل الله يرحمها زميلتي عزيزتي كنا نجيب عدسة مكبرة ونجيب الافلام ونشوف بالفريم باي فريم نشوف ده فرق عن ده ايه وده فرق عن ده بالشريط الفيلم ده عذاب ده بس حاجة بتحبيها وعاوزة تتعلميها. وبعدين الكتب بقى وبعدين لما تقدمنا شوية وابتدينا نبقى معانا فلوس ابتدينا نسافر على حسابكم الشخصي على حسابنا في الاول على حسابنا على اساس ايه اتفرج الدنيا فيها ايه اشوف استوديوهات فيها ايه ايه الفرق بيننا وبينهم. فطبعا كنا بنلاقي مفيش فرق في الفكر او في الفن لكن في فرق في التكنيك في فرق في الكواليتي. فده بيجي بالوقت والحب دلوقتي بقى الاجهزه والبرامج الكمبيوتر بتخليكي تعملي طبعا ابداع اسرع بكتير وتوظفي حاجات كتير قوي ممكن ما كنتيش تاخدي فيها شهور دلوقتي ما بتاخدش الشهر ده. طبعا صحيح. استاذه شويكار انت سحبت فكره او مع الاستاذ فهمي عبد الحاج فهمي عبد الحميد انكم تبقى في التترات بتاعه المسلسلات يبقى في جزء كرتون. احنا معانا تفتكري المسلسل بتاع عيون الاستاذ فؤاد المهندس. ايوه. طب عايزين بقى نشوف كده لمحه عشان نعرف شغلك كان شكله. اوكي نشوف جزء. الاستاذه شويكار هل كوفئتي على انك انت صاحبه هذه الفكره والمبادره؟ خدت الجائزه في مهرجان التلفزيون على التترات. وما كنتش اعرف ان هو متقدم في المهرجان. خدت الجائزه وطبعا بقى يعني اول تتر كرتون اعمله وخدت الجائزه فطبعا كان شيء جميل يعني. بس عاوزه اضيف حاجه. قبل التترات دي كان في زمان قوي كان في فنان اسمه انطوان سليم كان بيعمل برضو كرتون وكان عمل حاجات للتلفزيون بس كانت ابيض واسود وكان في برضو حاجات للسينما في الافلام كنا بنشوف طريقه كتابه الاسماء. كان في رضا ونصحي وفي حسيب ونوال وفي طبعا الاخوان مهيب وكان في عبد العليم يعني كان في ناس سابقنا في
السينما بالذات، ودلاور يعني اسماء زملاء لينا اكبر مننا وكانوا بيعملوا في السينما، بس احنا بقى بتوع التلفزيون. طب لما حضرتك بقيتي في منصب او في مكان المسؤوليه وبقيتي مسؤوله عن قناه للاسره والطفل، حملتي كل بقى الاحلام والمشاكل اللي كانت بتواجهكم من البدايات وحلم ان يكون في مشروع للطفل لهذا المكان، ولا كان برضو في مشكله ممكن تكون تمويل او تسويق ما زالت مستمره في المكان ده؟ بصي، هو كان اختيار الاستاذ حسن حامد ليا غالبا عشان الكرتون اساسا، يعني لان هو كان بيحلم ان هو يعمل حاجه. فانا ما صدقت، لان انا طول عمري بحلم ان انا اعمل كرتون واعمل كتير، فانا مهما عملت هعمل قد ايه لوحدي يعني. فبالشباب سواء من جوه التلفزيون او من بره التلفزيون عملت تقريبا احلامي بيهم الحمد لله. فطبعا هم شافوا نفسهم وحققوا حاجات وانا حققت بيهم احلامي. وخدنا بقى جوائز وخدنا. المشكله ما كانتش ابدا في الانتاج، الاستاذ حسن كان ميسر لي الامور وكان شايفني ان انا ماشيه في جوائزك دي. لا بس ما شاء الله دي الجوائز بتاعتك، دي بعض الجوائز، بعض الجوائز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دوليه وعربيه ومصريه. وحضرتك حسيتي بالكلام عن الدوليه ان احنا قربنا شويه كتكنيك ومحتوى؟ والله انا كنت ببقى في مهرجانات دوليه وببقى اشوف شغل اوروبا الشرقيه بالذات اقول الله ده شبه شغل فلان اللي عندي وده شبه شغل. يعني احنا عندنا فنانين، المشكله مش في الفنانين، المشكله في التسويق وانه يتحول الى صناعه مش بس مهمه انتاج. يعني فمشكله كبيره قوي. طيب كمان عملتي افلام تسجيليه؟ عملت افلام تسجيليه كانت بدايتها برضو الوان الوان بالظبط. بدايتها كانت ان انا فكره ان اعمل فيل ان عن الفنانين التشكيليين، فيل ان ضمن البرامج بين البرامج عن الفنانين التشكيليين المصريين. فكنت بعملها ازاي؟ كنت برسم اللوحه، يعني اللوحه مثلا بتاعت محمود سعيد ابتدي ارسم ازاي كان بيرسمها فريم باي فريم، برضو فكره الرسوم متحركه. وبعدين عملت جو وعملت اعجاب على القناه الثانيه، ولدرجه ان انا عملتها واتذاعت في رمضان مع الاستاذه شروت والاستاذه مديحه كمال. فبصيت لقيت انا كنت في انجلترا بقى، سافرت بقى عشان اتفرج برضو لسه بقى لسه سواح يعني الوان. كلمت اخواتي بقول لهم يعني ايه الاخبار وكده، قالوا لي الوان مكسر الدنيا، ده الصغير ده 3 دقايق واربع دقايق. لما رجعت بقى قررت ان انا ادخل اللايف، ان انا اجيب فنان تشكيلي يرسم مره ظهور مره شخصيه. خليت رسم نجيب محفوظ، خدت عليه ورسم توفيق الحكيم ورسمت احسان عبد القدوس، وعملت عزه فهمي وعملت يعني تنويع كتير قوي، سيدي وانجا افلاطون وكل الاسماء عملت الكبيره وحامد ندى والكلام ده. 26 فيلم ما شاء الله 26. عملت محمود مختار بطريقه طبعا، وبرده فوجئت ان انا اخدت جايزه في مهرجان التلفزيون. دايما الجواز كانت عندك مفاجآت. والله ما اعرف. طب قولي لي بقى، انتقلتي بقى بعد كده لمرحله الناس كلها عشقتها، المرحلة الألف ليلة وليلة. طبعا احكي لنا بقى على تجربتك في ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة كانت حلم، وهي كانت إذاعة، فعشان تتحول لرؤية صورة فكانت بتاخد وقت شوية في إعادة الكتابة، وكنا بنقعد نشتغل فيها مثلا من السنة للسنة. والكرتون كان يعني الدقة اللي في الدنيا كلها فيه، وازاي تعملي الحركه والصوت شبه اداء زوزو نبيل وشهريار بلغني ايها الملك السعيد. وازاي بتحكي وازاي بتشوقه عشان تعلقه للحلقه الجايه وما يقتلهاش. ايوه. فدي خدت مننا وقت جميل جدا، وكان معايا مجموعه من الزميلات فنانين وفنانات
كلهم يتميزوا بالدقة والصبر والذوق، فكنا مقسمين الشغلانة بطريقة سلسة وجميلة، وما كانش حد بيقول أنا. كنا متعاونين جدا. ولحد الحاج فهمي عبد الحميد كان بيشتغل في الاستوديو في التنفيذ اللايف تحت، واحنا شغالين بقى ايه، مش ما يعرف لناش حس ولا خبر شيء، الامور بتجيله كده حلوه جميله واديه، ولو في مشكله نلجا له. لكن الحمد لله كانت الامور بتمشي كويس قوي الحمد لله. وكنا بنقابل مشاكل تفطس من الضحك، يعني مثلا ايه، الفيلم ينزل المعمل بتاعت حلقه النهارده، ما تطلع من المعمل تتمنتج وتركب في اللايف، يتحرق في المعمل. يا خبر ابيض، انتي ما تموتش من الضحك، دي تجيب النار عصبي، نعيد تصويره. يا نهار ابيض. وكرتون وكان بيبقى بعد مره من المرات اجلوا ميعاد الفزوره، يعني ميعاد العرض عشان نلحق التصوير ويتعرض وكده. لا عملنا مجهود بيها حقيقه نجاحات حلوه قوي، وحققت حاجه في نفسنا، وكان من احلامنا مع الحاج فهمي ان احنا السنين اللي بعد كده ان احنا نخلي الحدوته نفسها كرتون واللي بتروي لايف. مش العكس. العكس يعني بالزبط. العكس بدل ما تبقى شهرزاد وشهرار كرتون، يبقوا هم اللي لايف، والكرتون والحدوته تبقى هي اللي كرتون. بس طبعا الظروف ما سمحتش بوفاه. لا احنا عايزين نسمع، انا عايزه اسمع الصوت زي ما شفنا صوره، عايزه نسمع الصوت عليها ومتركب ازاي على الكرتون، اذا كان ممكن ان احنا نسمع بلغني. ها جاهزين؟ بلغني ايها الملك السعيد. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد، ان الملك السمندل لما فاتحه الامير صالح في امر بنته وطلب يدها لابن اخته، عندئذ ابرق الملك السمندل وارعد وتهدد وتوعد ونادى على جميع اعوانه وامرهم بالقبض على الامير وقطع لسانه. وفي هذه اللحظة باغتهم جيش عجاج كأنه فوق الأمواج أمواج، فقتلوا الحراس وقبضوا على الأعوان، ووقع الملك السمندل في ذل الأسر والهوان. وكان الملك بدر ينتظر خاله خارج القصر، فأخبروه أنها جيوش جدته وأنها جاءت لنجدته، وعلم أن الأميرة هربت قبل أن تقع أسيرة، فترك المعركة كما ترك المملكة، وأسرع وراء الفتاة يقوده هواه في مسارب المياه، حتى انتهى إلى أصل جزيرة خضراء كأنها غابة شجراء، فشق الماء وصعد إليها وجعل يجوس خلالها ويتفرج عليها. جميلة ووحشنا والله صوت، يعني وحشنا صوت زوزو نبيل الجميلة دي. بس ما اكتفيتوش انتوا بألف ليلة وليلة، الفوازير بقى كان ليكوا دور فظيع فيها. طبعا فوازير كان بيبقى فيها، يعني الخطبه كان فيها كرتون، سمير غانم فطوطه كان فيه كرتون. لا كان في كذا فزوره كرتون، مش بس الف ليله. فوازير شريهان بعد كده كان فيها برضو كرتون. يعني في فوازير يحيى الفخراني كان فيها كرتون. لا عملنا كتير يعني. هل الفوازير والتترات كانت بتحقق جزء من بتخرج جزء من الطاقه اللي ممكن تكون مش كلها بتتحقق في افلام الكرتون؟ وبعد كده كمان حضرتك عملتي اعلانات برضو، يعني قصدي بالظبط كل دي كانت يعني منافذ او طرق تخرجي بيها طاقتك وفنك. حقيقي يعني، بس كل حاجه ليها الستايل بتاعها او ليها طبيعتها. يعني في حاجه تعمل معاكي انتعاشه، في حاجات بتعمليها فنيه بس هي ايه، لازم توصلي منها رساله. يعني مثلا انا عملت افلام كرتون لليونيسيف عن صحة المرأة والطفل، وعملت أفلام للصليب الأحمر عن حقوق الإنسان في حالة الحرب. فدي رسائل
واتعرضت في ورك شوب في ورشه عمل في فلوريدا في والت ديزني مع والت ديزني. فدي رسائل بتبقي لازم بتعملي فن بس ليكي رساله بتوصليها. يعني حقوق الانسان في حاله الحرب دي قوانين قوانين دوليه، واكتشفنا وانا بعملها ان دي قوانين اصلا موجوده عندنا في الثقافه العربيه. زي ايه مثلا؟ في حقوق الانسان في حاله الحرب، الاسير يتعامل ازاي، الاطفال تتعامل ازاي، كل دي موجوده اصلا في الثقافه العربيه من قبل ما تبقى دوليه. الشغل بقى بيبقى حسب يعني ما تقدريش تعملي حاجه فيها هزار في حاجه سياسيه او في حاجه فيها رساله كده. تقدري تعملي حاجه تاتشي او حساسه بالنسبه لليوم الام والطفل. كل حاجه وليها التوظيف بتاعها طبعا. أكيد. يعني انا شفت كرتون كتير قوي في كل البلاد اللي انا شفتها وزرتها، ما كانش فيه بقى الاقمار الصناعيه واللي بيجي لنا لغايه عندنا والكلام ده. لازم تروحي بنفسك. كنت لازم اروح بنفسي. فمثلا اشوف في المهرجانات افلام في 3 دقايق بتتكلم عن قضيه قضية سياسية، قضية الخلاف بين روسيا والصين، قضية ان اختلاف الرأي، قضية الاعتراض على حاجة في 3 دقايق. دي بهرتني اكتر بصراحة يعني من الفن الغربي اللي هو فيه ابهار وحاجات. اوكي ده تجاري وجميل وكل حاجة، بس ده لما اوظفه ان انا اعمل بيه قضية وناقش مثلا ان انا ازاي ممكن احافظ على البيئه بطريقه خفيفه الظل جدا بس رساله وتوصل. ازاي صراع بين روسيا والصين بقوه البلياردو حمراء وصفراء. ازاي ان انا يعني حقي في ان انا اعترض على حاجه بشاكوش ومسامير. مسمار واحد اعترض على انه يدق عليه ورفض يدق عليه. لذيذة الرمزية هنا. رمزية. فحاولوا معاه كل المحاولات يجيبوا له دودو 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 حاجة زي الدبابة كده ما يدقش. راحوا زهقوا منه، راحوا شايلينه ورامينه، وابتدوا يجيبوا مسامير تانية عشان يدقوها. كل المسامير رفضت تدق عليها. يعني شوفي الرسائل اللي ممكن توصل. يعني انا ده نوع احبه المضمون. المضمون عايزه المضمون ومتنفذ ازاي ذكية في دقيقتين في 3 دقائق. فدي برضو رسائل. طب حضرتك قلتي في واحد من حوارات حضرتك انا لسه طفله من جواي وهفضل طفله. الاطفال بتوع اليومين دول يقدروا يتقبلوا الكرتون سواء بالشكل اللي هو حدوته، بس انا بحكي حدوته للمتعه او علشان اوصل منها رساله، او هم عدوا خلاص المرحله دي واهتماماتهم شيء اخر تماما مش عارف اوصل لهم بالشكل التقليدي؟ يعني لما بتيجي الحاجه وبتلفت نظرهم بيحبوها. يعني انت يعتمد على انت مقدمها ازاي، انت مقدمها ازاي. يعني مثلا انا اولاد العيله كانوا ما بيتفرجوا على الانتاج بتاعي لما بقدمه قبل ما اعرضه كانوا بيتخانقوا مع بعض مين يبقى فلان ومين يبقى فلان من الشخصيات اللي في الكرتون. واخده بالك؟ يعني انت ازاي بتقدميه، هي دي القضيه. لكن احنا دلوقتي المدبلج ده بيحمل كل المعاني الغير مرغوب فيها بالظبط ومقصوده. مقصود التشويه بيها ومقصود التاثير على حساسيات معينه شرقيه بتاعتنا. بيشككوا في ان احنا اللي بيننا الهرم. بيشككوا في العلاقات الخاصه. يعني انت ازاي قدمتيه، هو ده الكلام. استاذه شويكار، انت قدمتي حدوته قبل النوم؟ قدمت 44 حدوته قبل النوم. بس هي مش كرتون كامل. هي لوحات مخصوصه مرسومه مخصوص لكل حدوته. يعني مش متاخده من حاجه. مرسومه مخصوص فنانين شباب برضو زي ما انا بحب الشباب جدا وبحب دايما تتعاملي معاهم اجذبهم وتتبنيهم. فرسموا لي اللوحات حسب القصه وبعدين
اللي زودته على اللوحات المرسومه بعض الافكتات يعني مش كل مش تحريك انيميشن يعني مؤثرات يعني, يعني مؤثرات بالظبط كده، حاجه بتلمع، حاجه بتعمل زي الشمس، حاجه بـ بـ بتمشي بسيط كده، حاجه كده. فدي كانت برضو اشياء جاذبه. نشوف نموذج لحاجه كده سكري اذا كان عندك حاجه. طيب برافو يا تامر، انا ما كنتش متخيله انك بترسم حلو كده، بس لو مدام عايده تعرف ان اللوحه دي مش بتاعه تامر، دي بتاعه جده الرسام المعروف، وبيني وبينكم هو كمان مش بيعرف يرسم خالص، بس هو بيعرف يشف الرسمه كويس قوي من الرسومات بتاعه جده اللي بيرسمها، كل الفصل بيسقف. يا سلام كده لما يبقى الواحد مشهور، حاجه جميله. لكن المدرسه طلبت من تامر انه يرسم لوحه كمان علشان المفتش هيزور المدرسه بعد يومين، وهما مروحين صاحبه هاني سال: يا ترى يا تامر هتلحق ترسمها قبل اليومين؟ استاذه حضرتك شاركتي في مهرجان سينما الاطفال ده سنين وياه. الحقيقه هو مهرجان للاسف الشديد يعني خسرناه ان هو توقف، وكان بيعمل نشاط جميل جدا للاطفال، وكان في اعضاء لجنه التحكيم من الاطفال، وكان في نشاط ورش، وجبنا عملنا ورش اطفال ازاي يرسموا وازاي يتخيلوا ان احنا ممكن نعمل ده كرتون بابسط الوسائل يعني مش بحاجات معقده يعني. فده كانت في ورشه، كان في اتنين من كندا فنانين كرتون وانا، وعملنا ورشه حلوه قوي وانتجنا فيلم عن الادمان بالاطفال. فدي ورشه. وبعدين تطورت معايا الحكايه ان انا بعمل ورش اسمها شاهد وارسم، اعرض كرتون متنوع وبعدين نتناقش فيه، مش دروس بقى وشفت ايه وعجبك ايه وحاجات كده، لا مناقشه حره اطفال مع بعض يعني. فين الورش دي استاذه شوقي؟ بصي انا ابتديتها في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. وبعدين تطور، وبعدين رحت محافظات بقى اسكندريه واسيوط، وحتى لما رحت مهرجان الشارقه عملت برضه هناك. وبعدين انا وزميلات ليا من معهد السينما ومخرجه كرتون الصور معانا عملنا ده في مكتبات ولا قصور ثقافه ولا مدارس في وليه؟ في كل حاجه تتخيليها. كنت بروح المدارس في القرى اللي حوالين الاقصر، وفي اسكندريه كنت في المكتبه، وفي الشارقه كنت في مدارس. دلوقتي هنا ده في الاقصر، وده جزء من الافلام اللي بنعرضها. بعد ما بنخلص الافلام المشاهده والمناقشه بنرسم اللي شفناه. تمام. فده من هنا جت اسم شاهد وارسم. انا قصدي ان انا اولا هم بعيد عن العواصم، فمش مش عندهم الفرصه بتاعت عندنا والنوادي والتابلت والحاجات دي. وفي نفس الوقت انا عاوزه اعودهم ان اللي بيشوفوه يخزنوه. فلما بيشوف فيلم وبيأثر فيه حاجه بيخزنه. والفن عباره عن ايه؟ صحيح، كلها حاجات انت بتشوفيها وبتخزنيها وبتطلع يوما ما. ملاحظات ايه حضرتك على الاطفال اللي قلتي تحديدا ان هم ما عندهمش نفس الرفاهيات بتاعت ابناء المدن؟ بالظبط. خيالهم بديع والله العظيم. قالوا لي على حاجات انطباعات من افلام انا نفسي ما شفتهاش، ما شاء الله خدتش بالي منها، هو شافها طبعا. مختلف طبعاً. يعني مره بعرض فيلم اسمه مملكه النحل عن فرقه موسيقى من حشرات بتعمل مزيكا، بس بتعمل بروفات بتاعتها بالليل. فمزعجه جدا للجيران. اوكي. فالنحل بعت لها قال لها احنا بنشتغل طول النهار، هدي المزيكا شويه او اعمليه بالنهار عشان احنا مش بنعرف ننام. طيب حاضر ومش عارف ايه، وما سمعوش كلامهم. في دبابير جيرانهم ناويين يسطوا على الالات الموسيقيه، والدبوره عاوزه تاخد فستان المطربه، ويعني في حاجه كده. فمملكه النحل سمعوا الحدوته دي، سمعوا ان هم بيدبروا الهجوم ده، فانقذوا فرقه الموسيقى من السرقه دي او من الهجوم ده.
فبعد ما خلص الفيلم ولد من الصغيرين بقول له هي بقى ايه بقى شفته ايه بقى؟ راح الواد واقف كده والله العظيم واقف كده الجار قبل الدار. يا سلام. اوكي شفتي الجمال قد كده. قول قد كده. الجار قبل الدار ما حاجه ما فكرتيش انت فيها؟ ما فكرتش فيها والله. انا فكرت بس ان ازاي دول كانوا مزعجين وازاي هم لحقوا نفسهم وازاي مش عارفه ايه. لكن ان يجيبها لي مثل الجار قبل الدار. طب انا عامله ايه تاني؟ فطرتهم حلوه. صحيح. لا لا خلص بقى. احنا ايه مشروع حضرتك اللي بتتخيليه قادم جنب الورش والاهتمام بالاطفال؟ بصي هي حاليا الورش محققه لي راحه نفسيه كبيره قوي الحمد لله، وبعملها كل شهر في الاوبرا في السينما الاوبرا، وبيجي اطفال كتير وبيجي الاهالي وبنعرض افلام كتير وبيرسموا، والجميل في الموضوع ان معظم انطباعاتهم بتبقى واحده. يعني مثلا ايه تعلقوا بشخصيه معينه، ابص الاقي معظم الرسم عن الشخصيه دي وصلت. بالظبط، يعني مش لازم تبقى البطله او البطل، لكن حاجه من ال فده حقيقي محقق لي حاجه، ان انا عاوزه احس بان هم بيستمتعوا وفي نفس الوقت مستفيدين، وفي نفس الوقت في حاجه حلوه هتبقى عندهم ذكرى. يعني احنا ما زلنا نقعد نفتكر ذكرياتنا وقت الطفوله وازاي اتعلمنا وازاي انا ده عاوزه يبقى موجود، لان انا في اعتقادي لان الاهالي حاليا كل اهتماماتها في الرياضه. الاهالي كل اهتماماتها في التمرينات والرياضه. ده حقيقي. طب انا عاوزه الفن. صح. هو اللي هيرقي الاحساس، هو اللي هيعلم الولاد التذوق، هو اللي هيخلي فيه هدوء في التعامل. هو اللي يعني صحيح. الفن شيء مهم جدا، وده ما بقاش. يعني زمان كانوا بناخد حصص رسم وبناخد حصص هوايات وبناخد حاجات. صح. بتهز بالنفس طبعا. لكن دلوقتي بقت كل حاجه عند الاهالي رياضه. الرياضه البدنيه. فانا ده مشروع انا حاسه حباه وبعمله انا وزميلاتي الدكتوره ليلى فخري والاستاذه المخرجه عطيه عبد القيري، بنعمله بروح فنيه يعني مستمتعين بصراحه. مش حياتك كلها مش مع الاطفال بس، احنا شايفين مع الاديب العالمي الكبير استاذ نجيب محفوظ. صحيح. صحيح. ايه كان ايه بقى فكره ده؟ كان انا كنت عملت فيلم توفيق الحكيم، كان برضو صبري راغب بيرسم توفيق الحكيم، وده اللي خدت عليه جايزه. واللي اسعدني من الجايزه ان كان رئيس لجنه التحكيم صلاح ابو سيف. ما شاء الله. يعني حد بقى متذوق يعني وعظيم مخرج عظيم. بقوا جايزتين ما شاء الله. فلما نجيب محفوظ خد جايزه نوبل انا ما كنتش في مصر. فقررت ان انا اول منزل حضرتك تزوريه وتهنيه، وفعلا بقى يعني دخلت له بطريقه لطيفه ومن عن طريق اصدقاء يعني. ووافق جدا، وكان ذوق وجميل جدا، ورسمناه واترسم برضه، وكانت حاجه حلوه قوي. وبعد كده احسان عبد القدوس ومين كمان ادباء احنا شايفين. كنت شايفه صور وحضرتك بتتكلمي. ما هو ده في المكتب بتاعه في الاهرام اثناء التصوير. لا انا بقول الصور شايفين مع نيلي وشايفين كنت بترسمي. انا شفت صور كتير. اهي نيلي اهي. دي اثناء الفوازير. كنا بنراجع مع بعض الاضواء الحوار والحاجات اللي هتعملها. وانا كنت جنب الكرتون مساعده مخرج مع الحاج فهمي الله يرحمه. جنب الكرتون يعني. وده مع مين بقى؟ انا مش شايفه. ده محمود سلطان ونيلي والحاج فهمي اهو، وانا قاعده انا اللي قاعده على المكتب بعمل الكرتون، وهم بيتفرجوا بقى على طلعوا يعملوا بريك من الاستوديو بيتفرجوا علينا واحنا بنعمل. هنا ايه صوره ايه يا استاذ؟ ودي وانا كان في برنامج اسمه تسالي في الاذاعه ولا التلفزيون؟ لا في التلفزيون. التلفزيون فكان برضو اخراج الاستاذ فهمي. وكان الله يرحمه الاستاذ عادل انور زميلي وعزيز عليا جدا، كان هو اللي بيصورني. ووقتها كنا نزل في الاستاذ مفيد فوزي واستضافني في برنامج كان اسمه عزيزي المشاهد مع اماني ناشد. اماني عزيزي المشاهد اماني اكتر عزيزي. فدي بالنسبه لي كانت بقى يعني
شوفي يعني زي ما كنتي مبسوطة قوي انك نزلتي مع أماني ناشد، احنا مبسوطين جدا 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 انك انت اختصتينا بهذا اللقاء. الحمد لله. احنا بنحييكي، انت انسانة عظيمة وعملتي كتير جدا 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 لأطفال مصر وللكبار ايضا، وبنشكرك على تواجدك معانا. سعداء ان معانا هذه القيمة الكبيرة جدا شويكار خليفة. وانا والله العظيم سعيدة جدا وفرحت قوي، رغم ان انا يعني شوية مش بنزل، لكن لما عرفت انه معاكم ما فكرتش. نورتينا يا استاذة، شكرا لوجودك.